أهنئكم داخل حزب التجمع الوطني الأحرار قيادة قيادات مركزية وجهوية ومناضلات ومناضلين على اختياراتكم الصائبة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة من خلال الدفع بنساء الأحرار لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكثافة ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب المسؤولية. فمن نساء التجمع الوطني للأحرار نجد اليوم 2676 عضوة منتخبة في الجماعات الترابية، صفقوا عليهم. التجمع الوطني للأحرار عنده اليوم 18 رئيسة ديال الجماعة، عنده جوج رئيستي مجلسين إقليميين، كما تتولى نساء الأحرار عمودية أكبر مدينتين في المغرب، العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. وقفوا نشوفكم، وقفوا لله. صفقوا عليهم لأنه إذن كتولى نساء الأحرار العمودية ديال أكبر مدينتين، العاصمة الرباط والعاصمة الدار البيضاء، كتولى كذلك رئاسة جهاد قلمين. فين هي مدام بعيدة؟ هيا وقفي، سلموا عليك، سكسوا عليك، هنيئا. وربعة ديال المستشارات بمجلس المستشارين كاينين معنا، و17 نائبة في مجلس النواب إضافة إلى وزيرتين في الحكومة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.